السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل اعاده تدوير لغطيان الشاور. انا محتاجه غطيين واربع عصيان شيش طاووق. اول حاجه بقى هعملها هبدا ان انا اشيل الزوايد. طبعا لو ما عندكيش الزوايد دي في الغطا بتاعك فانت هتستخدميه على طول، مفيش مشكله. هبدا بقى ان انا اشيله بالمقص، وبعدين هساوي السطح بالصنفره. تمام، طبعا لو ما عندكيش صنفرة برضو هتستخدميه عادي، هتحاولي ان انت تسويه كده بالمقص وبعدين تستخدميه عادي، مفيش مشكلة. بعد كده بقى انا خرمت اربع خرام قدام بعض على حرف زائد كده قدام بعض بالمكوة، فهبدأ احط غطيين فوق بعض علشان انا حابة ان الخرام تكون في نفس الاطوال بالظبط ونفس المسافات، فهبدأ ان انا اعمل علامة كده. تمام، وبالمكوة هبدأ ان انا اخرم العلامات دي عشان تكون الاطوال متساوية في الغطيين، المسافات يعني متساوية. تمام، اخلي بالي بقى وانا بخرم ما اخرمش قوي عشان يعني الخرم ما يوسعش قوي على عصاية الشيش طاووق، يعني يكون يدوبك داخل بالعافية. تمام، بعد كده بقى انا شايفة ان العصيان دي طويلة قوي، فانا هبدأ ان انا اقصرها كده من تحت شوية. طبعا براحتك لو حباها زي ما هي بنفس الطول مفيش مشكلة، بس انا حابة ان هي تكون اقصر شوية، فهاخد جزء من تحت هقصه مش عايزاه. بعد كده بقى هبدأ ان انا ادخل العصيان، شايفين داخلة بالعافية، هو ده اللي انا عايزاه. تمام، لو وسعت منك بقى ممكن تستخدمي مسدس الشمع وتحاولي تثبتي بيه الرجول. هخلي اطوالهم طبعا متساوية عشان السطح لما يقف تبقى ثابتة ما تتقلبش في اي يمة اهو، واحاول بقى ادخلهم الاربعة في الاخرام اللي فوق، اظبطها كده وادخل الاربعة مع بعض وما اضغطش قوي عشان ما تخرجش من الناحية التانية وتعور لي ايدي اهو الشكل ده كده. تمام، دي اهم خطوة. بعد كده بقى انا حابه ان انا احشي جوه كده بالفل. طبعا لو ما عندكيش فل ابيض ممكن تستخدمي سواء القطن الفايبر، اي حاجه عندك املى بيها الغطاء من جوه. فانا عندي قطعه فل ابيض فلين، يعني هبدا بقى اعمل دوائر، والدايره دي تكون مناسبه لحجم الغطاء. عملت كذا دايره وهبدا بقى اعملها بالقطر. طبعا القطر احسن بكتير في الفل، بيقصه كويس يعني عن المقص بكتير. تمام، هقص بقى كل الدوائر اللي انا عملتها. وهبدأ بقى ارصها كده والزقها بمسدس الشمع جوه الغطا. طبعا لان الدوائر ما كانتش مكفية قوي، فانا هبدأ احط تحت كده بواقي من الفل يعني، وبعدين هحط فوقيها الدوائر لان انا عايزاها تبقى مليانة. بعد كده بقى ده ورد كان في طواق البنات فانا هستخدمه، للاسف انا ما عنديش ورد جاهز. انا في الاول حبيت احط وردة بيضة ووردة حمراء، فلقيت الشكل مش ما كانش عاجبني قوي، فغيرت النظام خليته اهو كله لون نفس اللون، وردة مختلفة في المنتصف. طبعا انا حابة اللون الاحمر في ابيض اكتر، كله يبقى احمر يعني، وفي المنتصف وردة بيضاء اكتر، بس الوردة اللي عندي ما كانش مكفي، فاستخدمت فوق وردة ابيض وفي المنتصف وردة حمراء، عكس بس انا حباه باللون الاحمر اكتر. تمام، طبعا انتي لو عندك ورد بقى جديد وشرياه جديد بنفس اللون هيبقى احلى بكتير. حابه بقى ان انا ازينه بالاسترس، فهبدا اجيب الاسترس ده وازينه داير من دور. لو ما عندكيش برضه ما فيش مشكله خالص، ممكن زي ما هو كده هيبقى شكله حلو جدا، بس انا هزينه بالاسترسات دي. تمام، هعمل نفس الفكره فوق وتحت اهو، شكلها حلو جدا وينفع ديكور حلو قوي. اتحط بقى في المكتب في المطبخ على الرخامه هيبقى شكله حلو قوي، او على المكتب شكله حلو وطريقته سهلة وبسيطة. ولو زي ما قلت لك لو كله لون واحد هيبقى شكله أشيك بكتير، بس أنا ما كانش عندي. ودي وده ده الشكل النهائي. يا رب فكرة النهاردة تكون عجبتكم.
لو عجبتكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.